هذا ويحتفل أبناء البحرين سنويا بذكرى ميثاق العمل الوطني من خلال مجموعة من الاحتفالات الرسمية والشعبية يعبرون فيها عن حبهم وولائهم المطلق لقيادتهم. يجدد أبناء البحرين حبهم وولاءهم لقائد هذا البلد الغالي مع تجدد ذكرى ميثاق العمل الوطني، تلك الذكرى العزيزة على قلوبنا والتي تجسد معاني الولاء والمحبة بأسلوب شعبي متميز من خلال احتفالات رسمية وشعبية يعيش تفاصيلها أبناء البحرين عاما بعد عام. 19 عاما هي عمر ميثاق العمل الوطني الذي توافق عليه أبناء هذا الوطن بنسبة 98.4% ليؤكد للعالم بأسره التفاف هذا الشعب حول قيادته ليكون له دور في صنع المستقبل. وانطلاقا من هذا المبدأ يحيي البحرينيون هذه الذكرى السنوية باحتفالات شعبية متميزة لترسيخ مبادئ الولاء وقيم الانتماء لهذا الوطن الحبيب. 14 من فبراير يوم حب بين أبناء البحرين وقائدهم، يجددون العهد سنويا بكل إخلاص وتفان حتى باتوا مثالا يحتذى به في طرق التعبير عن حبهم لقادتهم باحتفالات شعبية ومسيرات يقوم عليها الشعب، خصوصا وأن يوم الميثاق هو بداية عهد جديد قاده صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه. هذه الذكرى العزيزة على قلوب أبنائها الذين اختاروا بأنفسهم شكل بلدهم ومنهج حياتهم. فاليوم عموم البحرينيون يحتفلون بذكرى ميثاق العمل الوطني من خلال المشاركة في الفعاليات الوطنية بمعية أبنائهم لتعزيزها في نفوس الشباب والناشئة. نعم، هكذا يكون الحب بين القائد والشعب، فهو حب أصيل وفطري نابع من الأعماق.